في هذه الحلقة هنتناول قراءة الحروف والكلمات والجمل التي تحتوي على المد بالواو من كتاب من حقي أقرأ أو من حقي أقرأ. منهج الطفل العبقري، خير البناء بناء الأبناء. نفتح مع بعض كده صفحة 24. أول حاجة فوق بيقول لي شرح مبسط للمد بالواو، تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده اداني الفقرة رقم 2 تدريب على قراءة الحروف مع المد بالواو، لكن ما اداليش الحروف ايه مترتبة هنا، تمام كده. بنقرأها مع بعض وبيداني شوية ملاحظات للمعلم وشوية ملاحظات تحت الخطوات المتبعة. هنخش مع بعض على الكلمات صفحة 25، قراءة الفقرة رقم 3 بيقول لي هنا قراءة كلمات بالمد بالواو من ثلاثة أحرف. نقرأ كده مع بعض: نورا، حوتا، سورا، جودا، فولا، دونا، أوفي، يوقا، سوقا، حورو، هودو، نوح، سوءا، روح، يوحى. الفقرة رقم 4 بيقول لي قراءة كلمات بالمد بالواو من 4 أحرف: سرورا، ثمودا، يقول، أبوء، أخوك، رسول، صدورا، يطوف، قرونا، نخوض، بنونا، أذوق، ألوذ، سموما، أبوك، جنود، يفوز، أعوذ، يفوق، أجود. الفقرة رقم 5 قراءة كلمات بالمد بالواو من 5 أحرف مع بقى: كنوزه، سجودك، روحنا، جنوده، سبقوك، تورون، يصفون، ملكوت، غاوون، هارون، ضربوه، تذرون، سيقول، دخلوه، رسولك، حدودك، فومها، حمولة، بذنوب، بطونه. عندنا كده الفقرة رقم 6 قراءة كلمات بالمد بالواو من 6 أحرف مع بقى: يوفضون، نوحيها، حامدون، قائمون، قائلون، عائدون، يطوفون، يغوصون، خائفون، تشاؤون، عاملون، حاذرون، عروشها، صامتون، أصولها، يريدون، ذائقون، يلومون، يقومون، فاسقون. الفقرة رقم 7 قراءة جمل بالمد بالواو، لكن اللي هيلاحظ هنا هيلاقي فيه آيات قرآنية وفيه جمل عادية. في كتاب علمني أقرأ ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه آيات إيه قرآنية. نقرأ كده مع بعض: قال يوسف لأبيه، قال يوسف لأبيه، مات أبوه، مات أبوه، فأروني ماذا خلق، فأروني ماذا خلق. خلق اللام مرققة ما بين الخاء المفخمة والقاف المفخمة، فالشاطر اللي يخلص اللام من بين الخاء والقاف تبقى خلق.
خلاقة. الحرفية في الحركة هنا، خلاص في الرياضة بتاعت الفك هنا. خ بحبحت الوترين، لا شديت الوترين، ق بحبحت الوترين عشان حرف مفخم، ماشي؟ فأروني ماذا خلق، فأروني ماذا خلق، ولا يغوث ويعوق، ولا يغوث ويعوق، فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق، وتذرون ما خلق، وتذرون ما خلق. قالوا هذا ما وعدنا، قالوا هذا ما وعدنا، ويخافون عذابه، ويخافون عذابه. بعث رسولنا لهدايتنا، بعث رسولنا لهدايتنا، يقول لأبيه حسنا، وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. الفقرة رقم 8 طبعا بيرجع لي على اللي فات، فمدين هنا جمل بقى بالحركات الثلاثة والمد بالألف والمد بالياء. كتب ورسم، كتب ورسم، عدل فأمنا، عدل فأمنا، أمر ففعلا، منح ففرحا، منح ففرحا، منح ففرحا، منح ففرحا، جمع وحمل، جمع وحمل، أكل فشبع، أكل فشبع، سأله فأجابه، سأله فأجابه، تاب وأناب فغفر له، تاب وأناب الفقرة رقم 9 بيقارن لي ما بين الضمة والمد بالايه؟ بالمد بالهو، عشان يظبط زمن الضمة وزمن المد بالايه؟ زمن. هذه الحلقة تناولنا يا شباب الحروف والكلمات والجمل التي تحتوي على المد بالهو من كتاب من حقي أو من حقي أقرأ. مع الطفل العبقري هدفنا جيل واعي، وشعرنا خير البناء، بناء الأبناء.